السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن أصول تفسير الأحلام، وعنوان الحلقة البشرى بأن الله قد بدأ يعد ويختار للمهدي رجاله المقربون وقادة جيوشه. أحباب الله، جت رؤية على اليوتيوب من أخ بالله وحبيب الله، قال: ألا يا شيخ من غزة، وقد رأيت رؤيا من 10 سنوات، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، ورسول الله عليه الصلاة والسلام جالس في وسطهم، فنادى علي عمر في مكان جميل رائع لا أستطيع أصفه، فجلست وقبضت على رجل عمر وأبا بكر وقدمي على قدم رسول الله، فقالوا لي: نوصيك ب10 وصايا وكلها في العقيدة وأنا أحفظها. فانطلقت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم لي، فقال لي عمر: توقف. فتوقفت، فقال: ستكون من الرجال أو من الرجال الذين يقام دين الله على أيديهم أو دينهم على أيديهم. فسر لي هذا يا شيخ خيرا للعلم، أنا شيخ وداعي إلى الله ومن أهل غزة. أحباب الله، شو قلت له؟ تدر إياك على أنك متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومتبع خطواته، ومحبا لصحابته المقربين والخلفاء الراشدين، وأنه أي نبي كان يبتسم لك، إذن النبي صلى الله عليه وسلم راضي عنك، وإذا رضى عنك النبي الله راضي عنك، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه، فإن الشيطان لا يتمثل فيه. أسع، وأنه أي أوصوه ب10 وصايا، أي أن عليك أن تتبع ما أوصوك به. تعرف وصية لابد أن تتبعها، زي الميراث، الله يوصينا بحضر الذكر مثل الأنثى، لازم إحنا إيش نأخذ الوصايا ونتبعها. أنا عليك تتبع ما أوصوك به لكي تكون من الرجال المقربون للمهدي الذي سيقام على أيديهم دين الله الحق. فهنيئا لك إن اتبعت الوصايا العشرة، لأنك ستكون من قادة المهدي المقربون. قال تعالى من آية 39 ل41 سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم قدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرون الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لينصرنا الله من ينصره. مين هم هذول؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والله يعني هذا الرجل رايح الله يمكن له في الأرض، ورايح يكون من المقربين إلى المهدي ومن قادة الجيوش أو من أولياء الأمور. الله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا الذين استمعوا القول فاتبعوه أحسنا. استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.